بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعتبر الثوم أحد المكونات المنزلية التي يمكننا استخدامها في علاج العديد من الحالات الصحية، خاصة أنه يشتهر بفوائد كثيرة في علاج وتخفيف آلام الأسنان، تسوس الأسنان، وإذا خلطناه ومزجناه بمكونات أخرى يعمل على تبييض الأسنان وإزالة تسوس الأسنان وكذلك إزالة الجير، حيث أن الثوم يحتوي على مركب الأليسين. هو مركب رئيسي في الثوم، له تأثير قوي مضاد للجراثيم، يعتبر أقوى مضاد حيوي، يمكن أن يساعد على قتل البكتيريا الموجودة في الفم والتي تسبب آلام الأسنان وتسوس الأسنان. كما يساعدنا الثوم في هذه الوصفة أيضا على الحفاظ على صحة اللثة. يساعدنا كذلك الثوم على تخفيف الألم في الأسنان وتوفير المزيد من الراحة. فما لا تعلمه أن أكثر من 500 نوع من البكتيريا تعيش في فمك الآن، البعض منها مفيد لصحتك، أما البعض الآخر يشكل خطر على صحة أسنانك وفمك بوجه عام. طبعا المدهش في الأمر أن مادة الأليسين الموجودة في الثوم تعمل على قتل ومنع نمو النوع الضار من هذه البكتيريا فقط، دون أن تؤثر على النوع الآخر المفيد، سبحان الله. فهو كما سبق وذكرت يعتبر من أقوى المضادات الحيوية الواسعة المجال والمعروفة بفاعليتها في القضاء على العديد من سلالات البكتيريا المختلفة. نبدأ مع بعض طريقة عمل هذه الوصفة. قلت تبيض الأسنان، كذلك تزيل التسوس، كذلك مفيدة لإزالة الجير وحتى إزالة رائحة الفم. لا نقلق أبدا من رائحة الثوم، هنا سنقوم بمزجه بمكونات أخرى والنتيجة بحول الله من أول استعمال. أولا نقوم ببشر الثوم، نأخذ حوالي 3 فصوص من الثوم. يفضل لو توفر عندك الثوم الأحمر أو نستعمل أي نوع ثوم يكون طازج ولا نستخدم المجمد. نبشر الثوم جيدا، ثم نضيف المكون الرائع الثاني، القرنفل أو المسمار أو كبش قرنفل. فالقرنفل يحتوي على الأوجينول، هو مركب كيميائي يستخدم على نطاق واسع كمخدر ومسكن، لذا يكون له تأثير مهدئ على ألم الأسنان، ويمكن نستخدمه كذلك لإضافة الرائحة للأسنان، تطيب رائحة الفم، وكذلك ممتاز للتبييض وإزالة التسوس. نأخذ لهذه الكمية نحتاج فقط لربع ملعقة صغيرة من القرنفل أو المسمار المطحون. نخلط المكونات جيدا هنا. يمكننا إضافة أو استخدام زيت القرنفل بدل مطحون القرنفل إذا كان متوفر. وطريقة عمل زيت القرنفل متوفرة في موجودة في قناتي، يمكن الرجوع لمقطع الفيديو، أو يمكن عمل هذه الوصفة بزيت النعناع، كذلك طريقة عمله موجودة في البيت، موجودة في القناة. وبعدها نقوم بعد أن نترك هذه المكونات لحوالي نصف ساعة، نقوم بتصفية هذه المكونات مع بعض بواسطة الشاش الطبي. نصفي جيدا القرنفل مع الثوم بهذا الشكل،
تابعي معي جيدا، الطريقة هي فعالة ونتائجها سريعة ومن أول استعمال، وهي كلها مكونات طبيعية مفيدة لصحة الفم والأسنان بهذا الشكل. ثم نضيف لهذه المكونات ربع ملعقة صغيرة كذلك من الملح. هنا يفضل لو توفر عندك ملح البحر أو حتى الملح الإنجليزي يمكن استعماله، أو حتى الملح الذي تستخدمينه في المطبخ يمكن استعماله. نخلط المكونات مع بعض جيدا. هنا لا توجد رائحة الثوم فالقرنفل يغطي عليها، خاصة إذا قمنا بإضافة زيت القرنفل أو زيت النعناع، ونخلط جيدا. وبعدها نضيف هنا في لهذه الوصفة نضيف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. غير متوفر عندك زيت جوز الهند يمكن إضافة لهذه المكونات معجون الأسنان الخاص بك. نضيف حوالي كذلك ملعقة صغيرة من معجون الأسنان الخاص بك، ونخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض، ونستخدم هذه الوصفة لفرش الأسنان لحوالي دقيقتين فقط، إذا كانت طبعا الأسنان تعاني من الإصفرار والتسوس. ونستخدم هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوع، نلاحظ قلت النتيجة من أول استعمال حتى الشفاء التام، طبعا إزالة التسوس وكذلك الجير. هذه الوصفة لا يمكن تخزينها، فقط نقوم بعملها أثناء الاستخدام، وهي آمنة الاستخدام للحوامل والمرضعات والرجال وكذلك الأطفال الصغار من عمر 5 سنوات فما فوق يمكن استعمال هذه الوصفة لهم وبكل أمان. فطبعا هذه المكونات الثوم والقرنفل مفيدة في منع نمو البكتيريا السيئة التي تسبب لنا تسوس الأسنان، وطبعا مفيدة أيضا في محاربة التهاب ومشاكل اللثة، وكما سبق وذكرت كذلك الجير، وتقتل البكتيريا السيئة وتترك لنا البكتيريا الجيدة. فهي وصفات طبيعية آمنة وليست لها أي أعراض جانبية. كما سبق وذكرت يمكننا بديل معجون الأسنان استخدام زيت جوز الهند، وسبق ووضعت في القناة معجون طبيعي لتبييض الأسنان وعلاج كل مشاكل الفم بزيت جوز الهند، وكانت الوصفة ناجحة. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.